يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام ومرحبا بكم. الوغ اليوم راح ندير معاكم هادوم لي ميني تارتلات سالي مالحين. تبعوا معايا لا غوسيت وشوفوا كيفاش رايحه نخدمهم انا. راح تبعوا خطوه بخطوه وان شاء الله تنجحوا فيه. الوغ لا غوسيت تاعي انت اليوم تبعوها مليح. راح ندير دي تارتلات مع باليش راح ندير وحده كبيره ولا وحيد صغار انديفيديوال. الوغ واش راح نحط فيهم انا؟ رايحة نحط هنا عندي جريوات كورجات مرابية كما تشوفوا هاي مرابية رقيقة خلاص، وعندي هنا بطاطا مرابية كيف رابيتها في رقيقة خلاص. نحط عليها بصل معدنوس، نحط عليها دي شامبينيون زيتون فرماج، وعندي شوية هذا نتاع صدر تاع دجاج شوية برك رايحة نحطو. الو نبدا اول حاجة نقص الصدر تاع دجاج ان تي كوب نقصو صغير خلاص. حطو واش حبيتو نتوما، حطو تقدروا حتى ما تحطوش اللحم خلاص راح تجي بنينة كومام. هاكم تشوفوا قاعدة نحط فيه شوية خلاص انا فوالا. الو رايحة نقلي كلش مع بعضه شويه برك ما تكثروش، ولا كيما قلت لكم تحبوا ما تحطوش بالمغرف برك. نحرك بها هلا. تاني حاجه نحطها رايحه نحط شويه نتاع بصل. قاعدين تشوفوا وي راكم تشوفوا. الو نحط شويه نتاع بصل ونحط شويه نتاع معدنوس، هادو مزوز. نحط نخليه يزيد يتقلى شويه لطولي نقص لي شامبينيون قصو شويه صغيره سورتو راح ديروا دي ميني تارتلات. هاني نزرب كيما العاده، لازم الفطور يطيب بكري اليوم تاني. فوالا حط لي شامبينيون، هو الشامبينيون وحدو صديق تقدروا تستغناو على اللحم خلاص ولا دجاج ولا الشامبينيون وحدو يمد طعمه مليحه في التارتلات تاعنا هادوما. بس رايح نكثر شويه كمان نقص شويه في الغاز. هنا نجي نكمل الاخرين وراح نديرهم بلاباط فيتي. مازلت نخدم بها لاباط فيتي اللي درناها مع بعضنا اللي درتها قدامكم، مازال لي منها شويه رايحه هذه اللي راح ندير بها لي تارتلات نتاعي نديرهم بلاباط فيتي. شفتوا قصيتهم صغار. الو نحطو ونحط عليهم هدية البطاطا كعبة صغيرة درتها وجريوات لي كورجات كيف درت كعبة صغيرة. فوالا نحطهم يطيبو مع بعضهم. يدبالو برك ودرك نسيزونيهم نحطلهم. الو نبداو بالملح لي لازم يكون في الماكلة تاعنا. اونتخو طون الجاري تاعي او قاعد يطيب درك نوريهولكم. راني شوية قاعدة نزرب نهارين هادوم سي بوغ سا مقدرتش نفيلميلكم كلش، قاعدة نخدم في برشا حوايج ندير فيهم الافا في. الوغ نخليهم يتقلاو كيما تشوفو، ومن بعد واش راح نحط عليهم؟ نحط عليهم شوية نتاع فخوماج، نحط عليهم الزيتون لو فروماج هذا، ونحط عليهم شويه نتاع لا كريم فريش. الا ما عندكمش لا كريم فريش معليش حطوا الحليب في بلاصتها، الحليب بصح حطوا معاه شويه نتاع فارينه. فوالا دركا نحط الزيتون، نحرك شويه فوالا يتخلط مع الاخرين، ونحط
الفرماج انا ديسيديت نحط 3 فرماجات، انتم تحبوا تكثروا ربي سهل، تحبوا تنقصوا ربي سهل، بس هو 3 ولا كونتيتي هذه جيني على الكيف، جيني جوست كيلفو. فوالا نخلطوا حتى يذوب هذاك الفرماج. فوالا هذه المغرف تلمونها كامل، انا نضرب بك عواجد، راح نولي نضربك باش ترجع. تبقى لي ندير نحط عليها ان بو دو كريم فريش، ما نكثرش. فوالا ابي بري مغرف تاع كريم فريش ونشوف الا كفات، الا ما كفاتش رايحه نزيد. ما عندكمش لا كريم فريش كيما قلت لكم معليش ديروا حليب معها الفارينة، لازم الفارينة باش تجيكم عاقدة. هلا هلا شوية برك تغلي، مش ياسر، من با واحدة دقيقة هكاك ونطفي عليها. فوالا نخليها تبرد وقبل نحط عليها شوية نتاع فوماج غابي اوسي. هذا شوفوا لي فوماج هذوما سي فريمون فاكولتاتيف، ماهوش بالسيفة، هادي جوست كي تعود عندكم وتحبوا تزيدوا ديروها تجيكم الحاجه بنينه ايتو. فوالا هي تجي بنينه ميم. هذه هي لا فارس نتاعنا، درك نجبد لاباط ونبدا نفاصونيها. راح نطفي درك، ايوا درك راح نديروا لاباط. هاي اللي قعدت لي من لاباط فيتي اللي فضلت لي، انا راح ندير الكعبات غير اللي راح نديهم لولدي سيتو، باسكو ما يكفينيش الوقت نطيب كلش، دونك نطيب له تاعو نديهم له ومن بعد كي نروح نكمل تاعنا حنا. الو نحل لاباط نتاعي، لاباط فيتي اللي خدمناها، خدمتها قدامكم هذاك النهار. عندي هذه وعندي الاخرى اللي فضلت لي من كي درت هذوك لي كي درت لي واش اسمهم لي سميو معايا او لي فولوفون. فوالا كي درت لي فولوفون الوغ عندي لي مول هذوما اللي تعرفوهم خدمت بهم مره ديجا قدامكم. عندي هذا راح نقص به، ندير نقص به دي غون. فوالا فوالا جيسبر يكفيوني برك. لبيسور تاعهم ندير واحد 2-3 مليمتر، جوج 3 مليمتر. فوالا ندير ربعة هادوما ومن بعد نكمل الباقي، بلوتو ما نكملش الباقي. دوك تشوفوا واش رايحة ندير. بون الوغ ما ندهنش الوحدتين، ما ندهنوش. فوالا هك لصقوا هك، طلعوا بيديكم كان حبيتو. فوالا ماكمش اوبليجي لا بات فيتي، راكم ماكمش اوبليجي تدهنوها، خلاص تدهنوا البلاطو ليها. الصينيه ما تدهنش كي تعود عندنا لا بات فيتي، ما تسحقش باسكو فيها زبده ياسر ما تلصقش. هاي كملوا معايا درك. الو بعد ما حطيتهم لهنا قلت لكم ما تدهنوش المول، ما تدهنوهش. درك رايحة نحط نعمرو بهذه لا فارس اللي عملناها اباز دو كورجيت شامبينيون بطاطا غابي، كورجيت غابي شامبينيون مقصوص صغير واش الاخر حطينا بصل معدنوس وشويه نتاع بلون دو بولي. ما كومش اوبليجي تحطوا فيها اللحم، اني بالدم قاعده ندير لكم في دي ريسيت على بورتي دو طول موند، كوم سا الناس كل تقدر تطيب، مش هم يقعدوا يسخفوا ويقولوا هذيك ما نقدروش نطيبوها، لا ريسيت هذه راهي واعره ومش واعره، نو سولمون مش واعره مي تكلفنا ياسر. فوالا دونك حنا جيساي ندير لكم حوايج على بورتي دو طول موند، ولادكم ياكلوا ياكلوا الخضره بلا ما يفيقوا، بس كان ولدي يكون يفيق باللي فيها اجريوات والبصل راه ما ياكلهاش، كوم مانيش رايحه نقول له دونك اتفرط فيه. الوغ درك واش رايحه ندير، تحبوا تخليوها كيما هاك وتطيبوها معليش، تحبوا تغلفوها كيف كيف
خير وخير. انا واش رايحه ندير؟ مانيش راح نغلفها كامله، رايحه جوست نزينها. فوالا رايحه نحاول نزينها هكا برك، مش حاجه كبيره. فوالا نقص هادو مع هاك ونحط، زينوها كيما تحبوا نتوما، كيما حبيتوا نتوما. حبيتوا تخليوها هكاك خليوها، انا جوست على لا بات فيتي باش ما نفزدهاش وما ما تطيش. فوالا فوالا، راكم تشوفوا، فوالا راكم قاعدين تشوفوا صافا. الوغ شوفوا واش عملت هنا، اللي بقالي اللي بقالي من لا بات فيتي، عندي هادي طرف كبير حطيت فوق منه الطرفه هذوك، حطيتهم بحد بعضهم. دركا نقفلها كيما هكا ونحطها في البابي هذا في السيلوفان ونخليها، ومن بعد نجبدها ونعاود نخدم بها. فوالا مانيش رايحه نعجنها، انا كنت عجنوها قلت لكم يروح لو فيتاج، فو فيغ تري تري اتونسيون. درك اش رايحه ندير؟ راح ندهن من هنا بالعظام، هذه الطروفه اللي درتهم هكاك برك باش نزينها سيتو، ونحطها في الفوغ تطيب. رايحه تطيب في الاولى ومحطوطه 200 دوغري، 200 درجه 200 درجة، ومن بعد 5 دقائق برك ونهبط عليه 160، 5 دقائق ونهبط عليه 160 باش كوم سا تتنفخ لي لا بات فيتي. تحب في الاول العجينه سخانه ياسر. فوالا نحطهم يطيبوا سا دي بون 20 25 دقيقه ونجبدهم، باسكو لا فارس هي طايبه، جوست طيب لي لا بات. فوالا الو قبل ما نحطها في الفوق نحطها ندهن عليها شويه نتاع العظام سور لي بورد لي بوند لي عملتهم هذوك، ندهن العظام ومن بعد بون جي ديسيدي نزينها بشويه نتاع جنجلانيه. فوالا البلون ترافاي ومازال داير، اني فريمون قاعده ندير في الماراثون، اني نزرب باش كلشي يطيب لي في الوقت. فوالا درك نحط شويه نتاع جنجلانيه، كثرت في صبعي لهنا فوق العجينه برك. فوالا باش نزينها سيتو. فوالا الو درك نقول لكم اتو تالور وهما واجدين. انا درك وقت الورق تاع البوريك، العجينه الاخرى اللي قعدت لي ها هي، راح ندير بها شويه نتاع ورق اخرى كيما تشوفوا. نعمل تاع نهارين ثلاثه انا، وما تفسدليش العجينه والورق نتاع البوراك يكونوا ديما جدد وما يتقطعوليش. وفوالا وفخي. فوالا انا نكمل هذه اونطرتون، هذوك لي ميني تارتلات قاعدين يطيبوا ونرجع لكم من بعد. الو الجاري تاعي قريب يطيب، واش راح نحط له درك؟ تابعوا معايا، نحط له الكرافس ديما نحطها على الاخر انا، ونحط له هذا القرن تاع الفلفل ونخليه يزيد يغلي شويه، ومن بعد كي نعود راح نطفي عليه نحط عليه رشه نتاع نعناع وتاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله. فوالا الرشه تاع النعناع. فوالا لا فارس مازالت لي من هي، البوركه قاعده تطيبها هي. فوالا هذا هو فطورنا، نخليكم على خير وعافيه درك. فوالا هادو هما لي تارتيلات نتاعنا، شوفوا اني ما نقدرش نقصهم لكم خاطر رايحه نبعتهم هادوما، رايحه نبعتهم اني ما نقدرش، من بعد بوتيتر كي نطيب تاعنا حنا نقسم وحده وتشوفوها. البنه ما نحكي لكم، جون سوي سور انا درتهم ديجا وعجبوني، و سي بور سا قلت نعاودهم درك في رمضان. فوالا الا جربتوهم قولوا لي الا عجبوكم، والتزيين من فوق زينو كيما حبيتو نتوما، ولا حبيتو تخليوها كيما هاك خليو. ما حبيتش نزيد نحط الفرماج من فوق باسكو يا اسي الداخل. الوغ كي عاد معدي ترى لازم احنا نسكتو. فوالا هذا هو واش طيبت اليوم كوم دوزيام بلا، اون بو دير دوزيام بلا، مع البوراك. البوراك قاعد يطيب سي بون. الجاري محسوب طاب، رايح نطفي عليه نوجد الصحن تاع ولدي هذا معاه الجاري والبوراك والسلطه، ونطلعوا ونقول لكم تفطروا بالصحه والهنا ان شاء الله.
وان شاء الله نتلاقى معاكم في لابخوشين فيديو وديسي لا اتهلاو في رواحكم. يا رمضان احلى ايامك باركها المولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك.